خلي اليوم نجرب الفلاتر، هذا وجهي قبل الفلتر. خلي نشوف ايش راح يطلع لنا. طيب، واو، قمت اصطج من البياض. لا لا لا، شنو هاي؟ زين، نشوف غيره. حتى قمت المع، وهاي الهالة والرونق الملائكي بعد. يا هو هذا جيد، يعني ما مصفي البشرة بس ما مبالغ، بس شو أحس هيك وجهي انقلب مرمر عدل. هذا خو مكياجني، حتى كحل حاطلي كلش حلو، والطريقة مالته بالتبييض وبالتكحيل، لأنه شلون ذولا أهل البشرة هالقد ما كلش كلش ترفة تصير على حمار، يعني حتى ما يلوق لهم كحل أسود، يلوق لهم كحل جوزي بعد. يا هو هذا هم حلو، خوش يخلي مكياج. لا هذا فظيع. ويلي يابا، عيون الهسكي بين الرصافة والنهر. هذا هم عيون هسكي. لا هالمرة يدخل زوم، حتى سوى لي فينيرز، شكت حلو. خلي نشوف غيره. عيني انقلبت مثل فيلم تويلايت. الجمال ما بي اي محدودية، يعني شقد ما واحد يصير مرحلة جميل يبقى اكو مستوى اجمل. اني هسه اللي اثر علي نفسيا انه من قمت اشوف شكلي كلش حلو بالفلاتر، قمت استغرب من وجهي الطبيعي، صاير مرض العصر، بحيث الناس من دا نشوفهم بالشارع ما دا نقدر نميزهم، يعني صاير وجوههم بالحقيقة ما له علاقة بوجوههم بالصور. واخيرا رجعت للكاميرا الطبيعية اللي اقدر اميز وجهي بيها. الجمال شيء غير منتهي، ما بيه خط نهاية، فش قد ما نركض وراه ما راح نوصل. فزحمة من وقتنا وجهدنا ونفسيتنا وذكرياتنا انو نركض ورا شيء واحنا ندري ما نوصل. ما بيه نهاية، ما بيه خط نهاية. فهاي ذكريات احنا دا نصنعها لنفسنا، يعني انت من دا تصور دائما الفلاتر ودائما تاخذ فلاتر، بعد 10 20 سنة من تيجي تتفرج على الصور، هذا منو؟ هذا بالصورة مو وجهك، هذا بالصورة مو انت، هذه مو ذكرياتك. ليش تصنع فشي صناعي؟ خليك بحياتك الطبيعية، خليك بوجهك الطبيعي. وفعلا بالفلاتر الواحد يطلع شكله هواية احلى، بدليل اني هسه بثواني بس استعملت فلاتر، من رجعت على وجهي الطبيعي حسيت بديت اشوف الاغلاط، بديت اشوف هاي الامور، الاخطاء اللي بوجهي بديت اشوفها. فهنا الانسان راح يبقى يسعى وراء ان يكمل شكله. وهذا الحكي يعود للشركات اللي انت راح او انت تشترين منها مكياج، تروحون تسوون عمليات، تسوون هواي اشياء، هاي الشركات فطبعا تصنع لكم فلاتر احلى واحلى. فاحنا بالنتيجة ليش ما نتقبل شكلنا الطبيعي؟ اوكي، هي حرية شخصية، ما عندي اي اشكال، حرية شخصية انه انت تاخذ الصورة وبالفلتر اللي عجبك وتنشرها بالفلتر اللي عجبك، انت حر. بس سؤالي انه هذا الشيء دي يأثر على نفسيتك، ما بيه هالشيء انه انت تسوي شيء اذا ما مأثر عليك وانت مرتاح بيه، بس انت ما مرتاح بيه، بدليل انه دا تنتظرون تنزل فلاتر احلى، دا تشلبون بفلترين او ثلاثة معينات، ما دا تقدرون حياتكم، ما دا ترجعون الكاميرا والوجهكم الطبيعي، ما دا تقدرون ترجعون. فاذا هنا هذه صارت مشكلة، ممكن أن يتطور الموضوع، واحد يقوم يسوي عمليات هنا بعد أطور. العمليات خلوها للناس اللي فعلا محتاجتها، اللي متعرضة لحادث شيء، احنا خلينا هذا وجوهنا، هذا عمرنا، هذا شيء طبيعي نتقبله مثل ما هو. واللي ما يتقبلك بوجهك او ما يتقبلك بوجهك وما يجرعكم على وجهكم اللي انتوا عليه، فهذا اصلا شو تسوون بيه بحياتكم؟ جديات، شو تسوون بشخص هو متقبل شكلكم؟